انت كويسه؟ الحمد لله. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ابدا، كان عايز دواء مخدر، ولما قلت له انا عايزه روشته الدكتور راح مطلع المطوه في وجهي وقال لي ايه انت مش بتبيع المسيحيين ولا ايه؟ العبيط ده مش شايف ان صاحب الصيدليه مسيحي؟ بلاش الكلام الزباله ده. اولا احنا لازم نبلغ البوليس، ثانيا مفيش سهر في ام الصيدليه النحس دي، واللي اسمه ماهر ده يجي يشوف شغله. طيب حاضر، بس بلاش حكايه البوليس دي بليز. يعني ايه ده واد مسجل خطر واكيد متسجل عندهم؟ ده مسيحي يا كريم. يعني ايه مسيحي؟ ما تقوليليش مسيحي ولا مسلم، ده انت مواطن وهو مواطن. يا كريم اهدى لو سمحت، حكايه تافهه زي دي هتتقلب لفتنه طائفيه، وفجاه الاقي امن الدوله بتنطني وشويه فضائيات بتصور واروح انا بقى في الرجلين. وتموتي؟ ده كان هيقتلك. خلاص يا كريم عشان خاطري ننسى الموضوع ده بليز. اقفل بقى يا حربي، كفايه كده. انت عارف احنا اتكلمنا كام مره النهارده؟ يا ابني احنا بقالنا ساعة بنتكلم. طب يلا اقفل ونكمل بكرة. ده دماغ الصعيدة ناشفة قوي. يعني أنا لو قلتها هتقفل؟ طب ماشي. يا سيدي وحشتني. اقفل بقى. سلام. الله الله الله. ما أنت ليكي في النحنحة أهو. كبرت عصفور وطلالك سنين. أنت إزاي تدخل؟ رايح فين؟ يعني اكون رايح فين؟ رايح اشم هوا، طالع ارتاح على السرير ساعتين ثلاثة، فيها ايه دي؟ ايوه استنى بس، اصل انا متحملة امانة لازم اقولها لك. قولي يا عنادية. كم مرة قلت لك ما تقولش الاسم ده؟ انا اسمي عندية مش عنادية. العناد ده عند الخواطر بس، وبعدين انا طول عمري زي حتة الملبن الطرية معاك. طب قول يا حاجة عجينة وطرية. قول ما بدالك، على قلبي زي العسل. الأمر لله من قبل ومن بعد. قول يا حاجة عايزة تقول إيه؟ اصبر عليا بس، أنا هحكي لك. أنا النهاردة رحت أعمل الواجب في الست أم محمد سالم، الله يرحمها. الله يرحمها. أول ما رحت الستات اتلمت عليا، سابت الجنازه ومسكت فيا، اللي تبوس على دماغي واللي تبوس على يدي. لا والناب، ايه العذره طلعت لهم؟ ما انا عمال اقول لك استنى عشان احكي لك الحكايه من طقطق لسلام عليكم. صبرنا، قولي. قصدهم ايه من ده كله؟ ايوه اقول لك انا. قولي. ان انا اتوسط عندك انك تروح عند المحافظ وكبارات البلد معارفك وترجع من عندهم وفي يدك تصريح بنا الكوبري. استنى 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 استنى، الكلام اللي بتقوليه ده كلام نسوان ولا كلام الرجالة؟ وانا مالي ومال كلام الرجالة، كلام نسوان الجنازة كلهم طلعوا في نفس واحد وقالوا محدش هيمشي الموضوع ده غير الحاج عبد الدايم كبير البلد، في ايده يمشي الحكومة يمين وشمال. ما تنساش يا ابو حرب ان النسوان دي موجوعه، كل واحده منهم فقدت عيل لما غرق في النيل. وانت بقى قلت لهم ايه؟ قلت لهم حبلغوا واللي فيه الخير يقدم ربنا. طب اقول لك شيء وتعتبريه سر؟ انا عمري كشفت لك سر؟ شوفي الكوبري ده لا الحكومة عايزة تعمله ولا اللي في شرق عايزين يعملوه ولا اللي في غرب حد، ده قصة طويلة. فهمني ربنا يسترك. شوف يا ستي،
في ناس لا مؤاخذه سوى في شرق او في غرب يعني ما عرفتهمش الكوبري اتعمل لانهم بيشتغلوا لا مؤاخذه في الاثار والمخدرات وبلاوي سودة بعيد عنه. وايه اللي جاب تهلك الكوبري؟ اقول يعني فرضنا مثلا واحد زارع له لا مؤاخذه فدانين حشيش كويس، واحد بلغ عنه، الحكومه عمّا تيجي وتركب العوامه وتعدي النيل يكون عارف وخبى كل حاجه. لكن لو فيه كوبري الحكومه تطب عليه في دقيقتين، يبقى هو لو اتبنى الكوبري يضرب جوح على دماغ اللي عمله. عيني مش هيفرحوا بالكوبري دي من ناحيه الاهالي. اما من ناحيه الحكومه فعندها حسبتها. اللي هي بقى وانت عايزه تفهمي كل حاجه مره واحده؟ هقيل لي ساعتين ثلاثه كده واقوم اقول لك. لكن اللي يقول لك قولي لي انا قلت الحاج وخلصي منه. يعني كل الكلام اللي داير على ابونا الكوبري ده هيطلع على ما فيش. ادي انت قلتي على ما فيش. مسلمين تاني؟ عايزين ايه المسلمين؟ يسوع يا عطرة في ايه يا ابني؟ عايزين انت وهو؟ انا جاي النهارده انا واهل البلد الطيبين دول عشان نطالبوا بحقنا. حقكم؟ وانتوا ان شاء الله بقى مسلمين ولا مسيحيين؟ كلنا اكبار. يعني كلكم اكبار؟ امال ايه التظاهر والتجمهر اللي انتوا عاملينه ده كله؟ خش يا عادل بلغ الناس قول لهم مفيش حاجه طمنهم. امرني حضرتك. اسمعوني بقى بمختصر المفيد كده، انا عايز افهم ايه المشكله. اشتكينا كتير 100 مره ان حد يسمعنا مفيش. يا ابني قلت لك انا عايز افهم وباختصار. كل دول مستاجرين ارض من الدير، نمنا وقمنا وسمعنا خبر من الدير انه هيرفع الايجار. طب هنجيب منين؟ ده احنا ناس غلابه. يعني علشان الايجار بتعملوا التجمهر والتظاهر ده كله؟ ما احنا لو كنا لقينا حد يسمع لصراخنا ما كناش عملنا لا مظاهرات ولا يحزنوه. بس هنقول ايه؟ هو الفقير ده لازم يولع في نفسه عشان الناس تحس بيه وتعمل له حساب. وانا هقدر من جيتكم دي ومفيش زياده، بس من السنه الجايه في زياده. بابا لمى وماما امال جرى لهم حاجه؟ لا لا لا، ده هما كويسين جدا مفيش حاجه يعني. امال انت جاي ليه؟ لا ما هي طنط امال الحقيقه كانت قلقانه عليكي يعني عشان موبايلك على طول مقفول، وانا كمان الحقيقه لا يعني قصدي كلنا مش يعني كلنا كنا قلقانين عليكي طبعا، فانا قلت اجي اطمن يعني. نشكر ربنا انا كويسه، بس المسلمين بوظوا عليا خلوتي. لا بس على فكره انا عايز اقول لك على معلومه مشهور جدا، يعني اللي بره دول مسيحيين. انا عارفه، بس المسلمين اصل المشكله. الحكومه بتاعتهم سايباهم فقراء وكمان قطعوا عليهم الميه، فمش لاقيين بقى حته مايله غير الدير. لو سيدنا كان رفض التفتيش ما كانش كل ده حصل. أنا بصراحة أول ما شفتهم خفت. لا مش خفت يعني، هو أنا انشفت في مكاني بصراحة. أنا قلت بقى هيطلعوا السلاح ويضربوا، بس نشكر ربنا يعني جت سليمة. كل شعب الكنيسة لازم يتحد علشان نشوف حل جذر المشكلة دي. كل يوم والتاني مشكلة، وكل مشكلة أعقد من أختها. هما المسلمين عايزيننا نسيب البلد فعلا ولا إيه؟ لا أنا عايز أقول لحضرتك إن مش كده الموضوع خالص. طب أنا شغال في مدرسة معظم اللي فيها مسلمين وبيتعاملوا معايا عادي جدا، وعلى فكره يعني بروح اديهم دروس في بيوتهم. طيب انا هسيبك عشان ترتاح عن اذنك. انا بس عاوز حضرتك يعني تكلمي طنط امال تطمنيها عشان هي قلقانه جدا يعني، وانا بعد ما ارتاح من المشوار يعني كنت عاوز اتكلم معاكي في 5 مواضيع مهمين جدا بصراحه، يعني في شويه مشاكل كده عايز اخد رايك فيهم. بمشيئه ربنا. الميه حلوه قوي. نعم عليها حليتها. ناوي اخش في الميه والطياره غويط. طب انزل معاه هذا صمويل عشان الطياره ما ياخدكم ويبحر
نعمل لكم جنازة الوحدة الوطنية. أول ما أقول لكم صباح كله يتوب. صباح. أنت يا أجب بالجزمة كده يا رمضان الله يلاقون لأمك. وأنت يا أجب صمويل أنت فيه أنا تغرق وكده الطيارة وحدته وماشي. هذا رشدي تاخد الزلاليب والموبايلات بتوع المحاريك دول وحصلني. هو انا ليه اخترتك انت يا اخت تريز؟ يعني عشان اكلم حضرتك وافتح صدري واقول اللي جوايا؟ لانك الحقيقه انسانه يعني مثقفه متدينه وفاهمه الحياه وليك نصيب كبير عند ربنا. نشكر ربنا. كمل. اكمل ايه؟ كمل. يعني هو كل واحد في الدنيا يعني محتاج يبقى فيه حد معاه، ما ينفعش يبقى لوحده يعني. يعني حد يتكلم معاه، حد يخرج معاه، يبقوا في بيت واحد. يعني بيت واحد اللي هو الجواز يعني. انا عايز اتجوز. ومال معلوماتي ان احوالك الماديه تسمح انك تتجوز؟ احوالي الماديه كويسه، انا بكسب كويس جدا على فكره. ما انا بقول لحضرتك هو لو في واحده يعني متدينه مثقفه فاهمه للحياه يعني يا ريت. دور واكيد هتلاقي. لو تحب اكلم ابونا ابرام يشوف لك واحده من بنات الكنيسه. اوكي، بس بنات الكنيسه كلهم عايزين يترهبنوا. وده عيب؟ لا طبعا مش عيب، بس هو يعني لو كل البنات اترهبنوا حضرتك كده المسيحيين هينقرضوا. من فضلك تتكلم عن الرهبنه اللي هو خلاص الروح بشكل افضل من كده. لا والمسيح مقصود، صدقيني يا اختريز انا مقصودش. عندك مشاكل تانية؟ ايه طبعا في الحقيقه انا يعني انا بحب الرسم جدا، بس انا ما بعرفش ارسم. لا يعني انا ما بعرفش ارسم غير الحاجات اللي انا بحبها يعني. ما بتحبش اباء الكنيسه؟ ارسمهم، ارسم القديسين، ارسم العذراء. اوكي مفهوم طبعا، دي حاجات عظيمه والواحد يبقى سعيد وهو بيرسمها يعني، بس الواحد ممكن يحب حاجات تانية برضو ممكن يرسمها يعني. اقعد مع نفسك يا اخ ادوارد وهات العهد القديم واقرا اول اصحاح في سفر التكوين، هتلاقي نفسك بترسم حاجات في منتهى الجمال. في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربه وخاليه، ودعا الله النور نهار والظلمة ليلا. هو انا قلت من الاول مفيش فايده، وبتقعد تتكلم مع نفسك في الاخر وبتروح يعني زي روح بقى روح روح لا روح.